واضح الشيء لكم؟ واضح الشيء لكم طلاب؟ لا التعب ما طالع يعني. هسه بعد استوى شنو القضية؟ هسه لا والله استاذ ما في. ما بين شيء؟ ايش صار هسه بين الشيخ؟ خير ان شاء الله. هذا السلام عليكم. سؤال اول، من يقدر يقرا لي سؤال اول؟ استاذ راح الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. هسه ما واضح شيء؟ لا أصلاً ماكو. أقصدك جديد. بعد الحد لا ما واضح. بعد ماكو. استاذ هسه موجود. اوكي، السؤال الاول الواحد يقرا لي اياه بصوت عالي. عدد المقاطع الصوتية في الكلمات التالية. يعني شنو، شو تسوي؟ ايش قال الملاحظة جوا؟ عددها فقط. يعني انا بس رقم جاب بيها 4 3 1 ما بيها هيك. زين، الكلمة الأولى كم مقطع بيها؟ ثلاث مقاطع. شنو هي؟ ل ه وال ك وال ني. ترى خلنا نكبركم الصورة أكبر. اي صعب لان كل الصفحة. واضح هسه؟ استاذ طرد الشيخ ماكو. استاذ ماكو شيء. واضح اسئلهم بعدين. ايه رجع. زين زهراء، احنا قلنا نشوف اول شيء بيه حرف مزيد لو ما بيه حرف مزيد. استعد بيها، وإذا ما مأثر يدمج مع المقطع مو؟ يدمج لو نعزله واحدة وخليه يولي. ها زهراء، يعني نعزله، وإذا كان مأثر ما نعزله. نعزله؟ إذا كان مأثر ما نعزله، بس إذا ما مأثر نخليه بمقطع وخليه ولي، لأن هو أصلاً حرف مزيد. تمام تمام مسوية بالعكس. إيه
اكيد. زين، اللام مقطع، هذا واحد. هنا الكاف عليها شده ثقيله ولا خفيفه؟ ما تعرفين صح؟ على وزن اي هاي ثقيله بالضبط. زين، احنا الثقيله عاده ايش نسوي بها؟ نحطها بوحدها، نقسمهن يعني، نقسمهن اثنين، الاول ساكن والثاني ويا الحرف الثاء. بالضبط. زين، راح تصير اللام واحده مقطع، هيك الاولى مقطعين ثاني، كا مقطع ثالث، والنيس الرابع مقطع رابع. اذا بيها تكتبين بس اربع مقاطع، رقم اربعه فقط او اربعه بالعربي. زين، الكلمه الثانيه هم نفس الحاله، ومع العلم هاي ايش قد احنا الهكانيس مرتين، احنا بمحاضرتين احنا عايدين، وموجود تسجيل الفيديو مالها. لفا حوت سجا، تقدرين تقولي ايش كم مقطع بيها او لا ما تقدرين؟ نعم استاذ، اللام اي مقطع، اللام مؤثر ولا ما مؤثر؟ لا استاذ ما مؤثر، ما مؤثر، اذا مقطع وخليه على صفحه. مقطع واحد. والفا اوكي، فا مقطع، مقطع، والحوت مقطع، اذا ايش كم مقطع بيها؟ ثلاثة. لا ثلاث مقاطع، اكتبي لي بس رقم ثلاثة. نعم استاذ. زين، هذه الكلمة نجي نشوفها. زميلتكم زهراء تقول ميز بين شدة، وهاي بيها شدتين. نشوف الهاء، هاء التعريف بالمشكل بحركة البتح صح؟ نعم استاذ. زين، ها مأثرة على حرف الكاف؟ نعم استاذ. مشدد، اذا الكاف هنا يدمج يفصل الى مقطعين، المقطع الاول يصير هك والمقطع الثاني كل، مقطعين. زين، الكاف الثالثة هذا سؤالك يا زهراء، شدة ثقيلة أو خفيفة؟ ما تعرفين يا كاف من هنا الأول؟ لا، الكاف الأول مشدد لأن قبلها شدة ثقيلة. بالضبط الأول، بس الثاني خفيفة، خفيفة بعد السكون تام. بالضبط، إذا هذا كا واحدة نحسب مقطع، واللي مقطع واحدة، تمام، يعني أربع مقاطع، اكتبوا لي بس رقم أربعة. زين، أبو عيلت كم مقطع بيه؟ ها التعريف ما أسرع الكلمة؟ استخدم أكثر. إذن يصير هب وبو، هاي مقطعين. عيلت قلنا إذا حرفين وبنفس الحركة يعتبر مقطع واحد، يعني هاي الكلمة مكونة من ثلاث مقاطع، هب وبو وعيلت. تسجلون لو لا؟ استاذ نكتب. اوكي، قول صدو، قول صدو. زين، حرف المزيد واو او شروط، ما اسرع الكلمه؟ دكتور هو يفصل بوحده، يفصل بوحده. اوكي، بقت لصدو او لصدو عفوا، اللام هنا احنا مو قلنا السكون متحرك لو سكون ساكن؟ دكتور سكون متحرك. ليش؟ لان جاء في بدايه الكلمه. اوكي، اذا السكون المتحرك احنا مو قلنا هو حركه الحطف اصغر من الحركه الصغيرة الصغرى؟ ايش نسوي له؟
يدمج بالمقطع الذي يليه. زين، اذا هذا ما نعتبره اللامد، ما نعتبره مقطع، نعتبره المقطع الثاني. نوع الشد هنا ثقيله. منين جبتي؟ شلون منين جبتي دكتور؟ هاي خفيفه دكتور، خفيفه لان جاي في بدايه الكلمه. وين هي الكلمه بدايه؟ مو مال اول سدو الدالت مشدد بحركة بشدة، شنو الواحد؟ الدال لتوضيح النطق مال يعني ثقيلة لو خفيفة؟ خفيفة ثقيلة، هي ثقيلة لصدو. جذر الفعل صادد مادد، هذا تأخذونه بالمرحلة الثانية. الأفعال المضاعفة هنا شدة ثقيلة، تصير المقطع الأول لامد صادي دال ساكنة، والمقطع الثاني دالت واو، يعني الكلمة بيها ثلاث مقاطع. نصل الإجابة ماذا يكتب عندي؟ المفروض يكتب. اوكي. واضحة هي لو صعبة؟ واضحة. ممتاز. نقدر اقرا لها الكلمة؟ لسخنوت. لسخنوت. اوكي. لسخنوت. سخنوت. مو سخنوت. دير بال السجع. زين. اللامد هنا مأثر على الكلمة؟ لا ما مأثر. السامة خشبي سجا استاذ مشدد. مشدد بيش؟ خفيفة. اوكي زين، اللامد بيش مشكل؟ بتح. بتح مين جبتي؟ هاي هاء التعريف، هاي الشدة ثقيلة ما هاء التعريف. بالضبط. إيه إذن هنا اللام والسامخ، راح السامخ راح ينقسم قسمين، الأول يصير لس بتح سكون ساكن، والثاني سو، الثاني سو. زين، الخاء مشكلة بالسكون، نوع السكون شنو؟ ساكن لو متحرك. ساكن. ساكن. شنو دليلش على انه ساكن؟ بس اللي قبل حركة طويلة. هو داقلها سجع، شنو دليلش انه ساكن؟ هذا السكون سكون متحرك، يعني قبل حركة كبرى، لو حركة صغرى كان صار سكون ساكن، بس بما أن حركة كبرى قبله هذا سكون متحرك، وعادة السكون المتحرك يعتبر نصف مقطع أو شبه حركة، لذلك يدمج في المقطع الذي يليه. يعني هذه الكلمة أيضا مكونة من ثلاث مقاطع اللي هي لام سامخ أو لس، والمقطع الثاني سو، والمقطع الثالث الكاف والنون والشروق والتاء. كنوت. كنوت. واضح؟ واضح ما واضح. أوكي. هالشيعين معناها الشيعة عندنا بالعراق، وطبعا قلت لكم هذا المقطع جبته من احدى الصحف الاسرائيليه واشتغلنا عليه مده 3 اسابيع، ونفس الكلمات جبتهم هم ما دبرتوها. زين، هاء التعريف اثر على الكلمه الاولى. اذا ينقسم المقطع الى قسمين،
الأول هاء شين، والثاني شين ياء، زين، والثالث عين ياء ميم. إذن هذه الكلمة أيضا مكونة من ثلاث مقاطع. وأنا ما رايد من عندك التحليل، رايد منكم بس رقم ثلاثة، رقم اثنين، رقم أربعة. زين، هذه الكلمة اللي صارت مشكلة عليها بالتليجرام ومن وراها سديت التليجرام، يعني بصراحة يعني أسلوبكم كان حلو. زين، باف مأثر على الكلمة؟ لا أستاذ ما مأثر. إذا منعزل مقطع واحدة. زين، حركة الحط وفتح وحركة السكون المتحرك قلنا يعتبر نصف مقطع، فيدمج بالمقطع الذي يليه. وين المقطع الذي يليه؟ دكتور هو الحرف الباء يشكل مع الحرف الالف. لا، حرف الباء خلينا خارج الكلمة يا محمد، مقطع واحدة يشكل حركة الفتح. زين، المقطع الثاني وينه؟ وين اكو سكون ساكن او شده ثقيله؟ استاذ اينت انا اتجاه هذا ضمير متكلمين، نحن نحن. حرف الحاء، حرف الحاء. اذا المقطع الثاني الالف والنون والحاء، والمقطع الثالث هو النون. هذه الكلمة أيضا مكونة من ثلاث مقاطع، المقطع الأول باب، والمقطع الثاني أنخ، والمقطع الثالث نو. ماشية؟ اكتبوا لي فقط ثلاث مقاطع، ثلاثة، رقم ثلاثة. هو رحلة ثلاثة دكتور. المقطع الرابع أو الكلمة هذه، وهذه الكلمة طبعا أخذناها بمحاضرتين. الباء بيش مسكلة؟ بالسكون. بالسكون. إذن بما أنه ما مأثر على الكلمة، هو أصلا مو من جذر الكلمة، فش نسوي له؟ مقطع بواحدة راح. المقطع الثاني مك، ممتاز، رفعنا على السكون الساكن. المقطع الأخير بيل. إذا كلمة كم مقطع مكونة يا سجا؟ ثلاث مقاطع بالضبط. جيت تكتبي لي هنا بنص الإجابة، وأنا بخليكم نص الإجابة طويلة، المفروض أخليكم فقرة صغيرة. كم مقطع بها هذه الكلمة؟ ثلاث مقاطع. بيرا شوت. بيرا شوت. زين، نجي الباء حرف جر، مأثر على الكلمة؟ لا ما مأثر، نأزل مقطع بواحدة. هذا صار مقطع عندنا. را شوت كم مقطع بيها؟ مقطعين اللي هن را وشوت. إذن الكلمة كلها كم مقطع بيها؟ ثلاث مقاطع. أوكي، عاش تيدي السلام. القسم الثاني أو السؤال الثاني، اختر الجواب الصحيح. بسوريا تحوي على كم مقطع؟ أربع مقاطع. قاطع اللي هنا البي اها واحد والتو اها والري واحد والا واحد. ري الياء عليها سكون. زين، الراء مو تحت سكون، سكون ساكن او متحرك؟ استاذ هذا هنا متحرك. اذا احنا قلنا المتحرك ايش بيه؟ ندمجه ويا
بعده المقطع بعده المقطع بعده يا هي الياء. إذن صار ريا، الباء حرف الجر والسو اثنين والريا ثلاثة، إذن ثلاث مقاطع مو أربعة. تمام أستاذ. زين شكو لحرف النسب في كلمة بيع فار بس يقول لأنه ليش؟ استاذ هنا لان حال محل هاء التعريف. بالضبط الحمد لله. بلا تقول شي دوله. لا استاذ انا سويت حال محل مع التعريف داخل على حرف حلقه كاتبين. ممتاز. زين حرف النسب في كلمه لفني شكلها بالحريق لانه دخل على حرف ساكن. اوكي. ولا قالت جاء محلها التعريف. زين. تسقط الشده في فاء الاسم في كلمه شي ايران لانها. احنا مو قلنا الاسم الموصول يجي وراه شده ثقيله. هنا الالف ما بي شده ثقيله، ليش؟ لأن أنا حرف حلقة. يعني ليش قلت لك دخلت على مقطع مفتوح؟ تذاين لا يمكن جاوبتها صحيحة. لا يمكن جاوبتي لا قلت لك لأنه مقطع مفتوح. زين شكل حرف النسب الميم بالحيرق لأنها. استاذ هاي مقطع مفتوح مي أزور لهذه يمكن لان دخلت على مقطع مفتوح. اشديدك 100% مي حرف النسب هو حرف الجر الميم. التعويض عن دخل الشده على حرف حلقه اطاله الحركه التعويض عن الشده. التعويض عن الشده هذه الكلمة اللي حال أول وحدة يحل هاي الرابعة بشكل هاء التعريف في كلمة فراغ ريشة بالقمص لو البتح لو بالحيرة بالقمص بالقمص بالضبط هي دخلت على راء بشكل بأي حركة ما عدا ما عدا القمص. زين القسم الثالث أو السؤال الثالث املأ الفراغات التالية بشكل الماء اللام المزيدة في كلمة لي صريفة بحركة بالحريق الدخول على حرف ومسكن بالضبط هذا النوع يسمى بالسكون الموسع. سكون موسع. أها عدد الكلمة تحوي كلمة بعبار على كم مقطع؟ ثلاثة اللي هن دكتور اثنين اللي هن لا لا البي والآفا والراء ثلاثة. هسه ثلاثة لو اثنين أستاذ أنا أقول لك واحدة والآفا شوية لأنه الحركات متشابهة. بالضبط مقطعين متشابهة إذا مقطعين 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 با حرف النسب والعبار مقطع واو العطف في كلمة في باهين تشكل بحركة الشور لأنها دخلت على حرف شفوت. بالضبط بالضبط طبعا خبراء اكو جماعة من جماعتكم خبراء جابون جواب حتى انا ما اعرف شلون اجاوبه. زين تحول كلمة هيديعوت على مقاطع كم مقطع؟ ثلاثة اللي هن يا أستاذ ها التعريف مثل الكلمة سجى
حروف المزيدة مأثر على الكلمة؟ استاذ مأثر الهاء مأثر. لا غيركم السكون وراء هذا التعريف، لأن هذا السكون متحرك جاء في بداية الكلمة. زين، الشدة الثقيلة تنقسم قسمين، الأول حي ها ويا الياء مشكلة بالسكون الساكن على بد نغلق المقطع، والثاني هي أصلا مشكلة بالسكون المتحرك، وإحنا قلنا السكون المتحرك أقل من الحركة فيدمج بالمقطع الذي يلي، يعني المقطع الأول هي والمقطع الثاني يدي والمقطع الثالث عوت. أذن هذه الكلمة تحوي على كم مقطع؟ ثلاثة لو أربعة لو خمسة؟ ثلاثة. بالضبط ثلاثة. زين، هذه اللي الحمد لله الشعوبتين ما عرفوا يجابوها، الحمد لله والشكر، تحوي كلمة همت صاب على شدتين. الشدة الأولى ثقيلة لأنها جاءت بعد حرف الهاء، والشدة الثانية ثقيلة أيضا لأنها جاءت تعويضية عن حرف الياء، أحد الأوزان الستة، الأفعال الستة عفوا، يا تصف يا تصق يا تصت يا تصع يا تصق يا تصر. ما مر عليكم هاي قبل بالإدغام؟ دكتور أنا كتبت شدتين ثقيلة. ثقيلة، يا أنا أعرف اثنيناتهم ثقيلة، بس ليش؟ شدتين ثقيلتين، أوكي، الفراغ الأول، الأولى لأنها جاءت بعد حرف الهاء، والثانية تعويضية. التعويض عن حرف المدغم. الأفعال الستة. بالضبط. السؤال الرابع أو السؤال الخامس، أجب عن ما يلي. جد المقطع المفتوح في كلمة هكل كالي، وين المقطع المفتوح؟ واحنا حللناها لي فوق طبعا استاذ، المقطع الاخير كالي اللي هنه كالي كالي، احنا مو قلنا مقطعين الكا واللي وحده، كا مقطع واللي وحده واللي مقطع، أنا أقصد اللي. إذا المقطعين الأخيرات الكاف واللام. هذا المقطع المغلق لكلمتها أمريكايوت، وين المقطع المغلق؟ أستاذ اليوت آخر مقطع. زين، اوت لو يوت استاذ يوت يوت، وقبله لازم همه الاي، لان اليود مشكله بالشده الثقيله. تمام استاذ. اذا المقطعين ميز المقطع المفنوح ود المفتوح في كلمة هسخ سوخ. دكتور هاي مفنوح ديالوغة؟ مفنوح المفنوح هو ديالوغة اقصد. هذا الروسية. ما طلع وين المقطع المفتوح؟ ها؟ قصدك المقطع المفتوح مو؟ بالضبط. استاذ هنا الهس، يعني الشده راح تنقص اثنين، فاول سجع. مقطع سجع 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 على مقطع مفتوح. سجع تسمعيني سجع؟ نعم استاذ.
الهس، انت من تقولين هس مو وقفتي على السين، اي اذا هذا المقطع مفتوح لو مغلق. ثانيه الشده مو تنفتح قسم، اي اذا فتحت القسم الاول من الشده راح تشدديها الشكليه بالسكون الساكن على مود غلقين المقطع وال زين. السين الثانيه اللي بقت من اللي شو اسمه راح تشديها ويا الخاء، وراح يصير حركه صغرى، اذن هذا هم سكون ساكن، فصار عندي سكونين ساكن صح؟ زين. كلمه سوخ هي اصلا مشدده بالسكون الساكن اللي جاي في نهايه الكلمه، فاكو مقطع مفتوح بها لو لا؟ لا ما بيها. اذا كتبوا لا يوجد. طيب كلمه هالشقرير اللي معناها السفير واللي اخذناها بمحاضرتين تحوي على كم مقطع؟ بعد ثلاثة. ثلاثة. المقطع الأول. أوكي المقطع الأول هنا أكو داقش خزاق أو شدة ثقيلة. هش. والمقطع الثاني شق. شق. أورير. أورير. كم مقطع؟ ثلاثة. ممتاز. ثلاث مقاطع تحتوي هذه الكلمة هالشقرير على ثلاث مقاطع صوتية. عاشت ايدك. هاي ثاني مرة كرر يعني عدتها. نشكل حرف الواو في كلمة بحركة الشروق. اها بالشروق ليش؟ لأنه دخل على حرف ساكن. اها هاي خلصت أسئلتكم. سهلة لو صعبة؟ بس كانت زين، بس احنا شوي مخربطين. وان شاء الله جبت الاسئله الثانيه اصعب من عندها. طيب هذا الامتحان شنو ما راح تحسبه ولا شنو؟ بكيفكم تردون احسبه تسوي لي فضل. اللي ما يريد يمتحن يعني باقي على هاي الدرجه عادي. زين استاذ نمتحن والدرجه احسبها. لا اما اذا يمتحن فاحسب له درجه الامتحان الثاني. تمام ماشي. واضح عندكم هسه الشير؟ لا استاذ ماكو. ليش؟ اصلا خرج. اوكي هسه راح نحل اسئله شعبتكم. واضح يمكم؟ نعم استاذ. زين شكل الحروف المزيدة السؤال الأول في الكلمات الآتية. خلنا نكبركم الصورة هم أيضا. حتى يصير كلنا موبايل. ذا إكفوت هذه أول كلمة ماخذية بالمقاطع الصوتية في درس المقاطع الصوتية. زين ايش شكل الباء؟ لا بسمعوني لا لا استاذ. باء حرف المزيد بيش يشكل هنا؟ تشكيل أساسي للحروف المزيدة. استاذ هنا بالسكون تشكل؟ انت شو تقولي؟ السكون لو فتح؟ والله استاذ ما متأكدة منها. زين هي احنا اوتوماتيكيا قلنا اذا دخلت على تشكيل اساسي الها للسكون
لا هي مشكله بحركه الحطف، ولا مشكله مثلا باحد حروف العله، ولا مشكله بسكون ساكن او سكون متحرك جاء بدايه الكلمه، فاوتوماتيكيا تشكل بالسكون المتحرك، نعم أستاذ. لانها تعتبر الحروف الحلقيه حروف صحيحه. زين، الثاني يا طلاب وينكم؟ نعم دكتور، حرف صحيح ولا حرف قلل اقتصادي؟ حرف صحيح دكتور. اذا الحروف المزيدة اذا دخلت على حرف صحيح بايش تشكل؟ هذا البتاع البتاع اكيد، بس الحروف الاقتصادي ما المزيدة شكل بحرف. دكتور عندي سؤال، شكل الحروف المزيدة في الكلمات التالية: الباب هنا بيش تشكل؟ دكتور بالشروق ليش؟ مو دخلت على، إذا كانت حروف مزيدة دخلت على حرف مشكل بالكامات. هنا انا يا شنو حرف المزيد؟ الباب زين، الباب من تشكيل الاساس بيش اذا دخل على حرف صحيح؟ بالسكون، تشكيل الأساس بالسكون. نعم محمد، والله دكتور لو أشوف مدلل علي هسه ولا بين المجموعة وحتى صوتي بيكون ما هذا هذه الكلمة، الباب هنا شكل بالقماص بالسكون المتحرك أيضا للدخول على حرف صحيح. الهاء دخلت على حرف الحاء بيش يشكل؟ دكتور ما يشكل، لأن الحروف الحلقية ما تشدد. الهاء بيش يشكل؟ ملاحظ الهاء إذا دخلت على كلمة مفتوحة أو مبدوءة بحرف الحاء تشكل بحركة ما عدا القمص، تشكل هاء التعريف بحركة الفتح. إذا هنا بس تكتب لي فتح. زين، حرف الموصول أو الاسم الموصول أخذته بالقواعد أخذناه بعلم الصوت، تشكيل الأساس هو يشكل بس بحركة واحدة، بيش يشكل حرف الشين؟ يشكل بالسيجون مع تجديد الحرف الأول. أوكي، واضح الصوت طلاب؟ نعم أستاذ. جميل. في هم مف جي نين، الفاظ بيش يشكل؟ أستاذ بالسكون. بالضبط. والها ما دام مشدد الحرف الأول دخلت على حرف صحيح بيش تشكل الها؟ بالبتح. أوكي صح. هذا التعريف دخلت على حرف الألف مشكل بالقماص بيش تشكل؟
موجودة الكلية فوق. تشكل بالقماس أيضا. ممتاز ممتاز. كلمة مي حوتس الميم ليش تشكل؟ أستاذ بالحيرة. ليش؟ بالحيرة صحيح. أستاذ لأن بعدها حرف سجل هي صحيح تشكل بالحرق، بس انا قلت لكم اكو اربع كلمات باللغه العبريه تشكل بالحرق شذوذا. ميحوص وميحوط ومهيوت. المفروض هنا صيره تشكل بالصيره. بس هذه الكلمه ذات معنى ديني او دلاله دينيه تشكل بالحرق. زين. لام ليش تشكل؟ استاذ بالكمات ليش؟ لا يمكن بالبتح ما بدي اقدر منها استاذ هذه اللام حروف النسب دخلت على حرف صغير او حرف عله الكاف. ها استاذ ترى هاي دابا على الجو. لا 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 هذا احكي على اللام. السكون بالسكون اللام بالسكون. اوكي يعني دخلت على حرف صحيح تشكل بالسكون. طيب ممكن يجي اكثر من حرف مزيد بالكلمه. نعم استاذ ممكن لا مو ممكن. اي ممكن. اذا هنا عندنا الميم والهاء. اوكي الميم دخل على حرف حلقي بيش يشكل؟ استاذ بالحيرق. بالحيرق لو بالصيرين. بتصير وما نشدد الحرف اللي بعده دون تشديد. بالضبط زين. والهاء دخل على حرف صحيح ومشدد بيش يشكل تشكيله اساسي مالها؟ استاذ بالحيرق. لا الهاء ما يشكل بالحيرق، يشكل تشكيل اساسي بالبتح مع تجديد الحرف الاول. صح؟ نعم استاذ. صيره بتح. صيره بتح. الباء دخلت على كلمة مبدوءة بساكن بشو شكل؟ بالحيرية. بالضبط. وهذا النوع من السكون شو يسمونه؟ سكون موسع. موسع. بالضبط. اها حدد او عدد عدد المقاطع الصوتية في الكلمة التالية. نفس السؤال مالتكم بس اريد رقم. رقم فار كم مقطع بيها؟ استاذ مقطع واحد. اها كل مقطع واحد. زين شي با هين شي ما اثر على الكلمه؟ لا استاذ. اذا قلنا اوكي احنا نقول هذا انت رايحين على الخيار الثاني. زين اكو جماعه من النحات يقولون لا ما اثر على الكلمه. اذا ما اثر على الكلمه تصير شيب وبا وهن. زين اما اذا ما ماثر على الكلمه تصير شيب بحده والبا بحده والهن بحده. يعني بالحالتين بيت ثلاث مقاطع صوتيه. هاي بمعدكم بس رقم ثلاثه ما اريد اكثر.
ها مشم شيم كم مقطع صوت ديها؟ ثلاثة. تعريب ثلاث اللي هن الهاء والميم والشين والميم والشين والياء والميم. عشان ليش بشرح؟ احنا هنا الميم مشدده بشده ثقيله، فيصير المقطع الاول هي صح فيها ثلاثه بس شوي تقسيم مش خطا. المقطع الاول هم، والمقطع الثاني بما انه مشدد مشكل بحركه السكون متحرك راح يدمج بالمقطع الذي تصير مشم مشم. الميم الثانية أيضا مشكلة بحركة السكون الساكن تصير شيم شيم. مقطع الأول مشم، مقطع الثاني شيم، مقطع الثالث طيب يعني نفتح الشدة تفتحين الشدة. نعم أنت مخيرة، بس هو الأفضل تفتحين الشدة ما دام تحت السكون المتحرك. إذا نفتح الشدة وخلص من يعني خلص من الخطأ. زين، بعيراك يعني في العراق. باء حرف النسب يعني مأثر على الكلمة؟ لا أستاذ ما مأثر عليها. إذا عزة بمقطع الباء مقطع واحد. كلمة المقطع الثاني عراق. أستاذ هذا مقطع واحد؟ ليش مقطع واحد سجل؟ لا العي واحد والراك واحد. بالضبط. إذا هذه الكلمة كانوا مش كم مقطع؟ ثلاثة. ثلاثة. بالضبط. زين. أو بسوريا. حرف المزيد مؤثر على الكلمة؟ لا أستاذ مؤثر. زين. مقطع هذا واحد. في مش مشكل استاذ سكون متحرك فيصير اذا يدمج المقطع الذي يلي. اها بسو اوكي ري ري وآر. ري مش مشكل. لا استاذ ريا كلها لان هنا أها. نعم استاذ يكون متحرك. اذا هذه الكلمه كلها ايش كم مقطع بيها؟ ثلاثه. بالضبط. اذا انتم بس رقم ثلاثه. زميلتكم شعبت باسلت على هاي الكلمه تقول مو بيها ثلاث مقاطع، كم مقطع بيها؟ نجي نشوف الحرف المزيد اللي هو حرف اللام مؤثر على الكلمة؟ لا أستاذ لا ما مؤثر. إذا عزة بمقطع. مقطع وهيرك مقطع. مقطعين يعني كتبوا لي بس رقم اثنين. نعم أستاذ مقطعين. أها. بي أحد كم مقطع بيها؟ طبعا خبراء عندنا، عندي خبراء بالشعبتين، عندي خبراء. اللي كاتب لي أربع مقاطع، اللي كاتب لي ثلاث مقاطع، اللي كاتب لي ماكو لا توجد ولا مقطع صوتي بيها. صدق جديد هذول البنات كاتبت لي هي ومروتك، انت ومروتك. زين بي احد البي مهم واحد. زين البي واحد ما دام مثل الكلمه نعزلها واحد. يا حد مقطع واحد كامل. إذا الكلمة كم مقطع بيها؟ مقطعين. بالضبط. بيها مقطعين. ها ريشة كم مقطع بيها؟ أستاذ مقطعين. الراء الهاء واحد والريشة مقطع. زين ليش ما بيها ثلاث مقاطع؟ إحنا قلنا ذا مقطعين. احنا قلنا اذا عزلنا هاء التعريف مقطع تبقى لنا مقطعين ر ش. اي نعم استاذ. وثلاث مقاطع اضبط. زين
هب بو عالد. اعتقد يعني نفس الكلمه اخذناها مسبقا عندكم بالاسئله جاتكم انا بها هب بو عالد، بها ثلاث مقاطع صوتيه ايضا. أوكي. نعم استاذ. زين، سؤال رابع من الفراغات التالية. طبعا أنا كل يعني الثقل الثاقل وأكثر مادة خلال هذا العام هي المقاطع الصوتية، لأن هي يعني حجر الأساس بعلم الصوت الحمد لله والشكر. ما تعرف يجاوب. تحوي كلمة ها ار فيت على مقاطع صوتية، كم مقطع؟ أستاذ ثلاثة، الها مقطع اها والآر مقطع والبيت اها مقطع. بالضبط، إذا بس رقم ثلاثة. زين، تحوي كلمة هبوليقيد على فراغ مقاطع مفتوحة، كم مقطع مفتوحة بهذه الكلمة؟ نجي هب مقطع مغلق، بو واحد مفتوح، لي اثنين مفتوح، قيت لا مغلق، إذا مقطعين مفتوحات. زين، تحوي كلمة بشاعة على كم مقطع مفتوح؟ أستاذ مقطعين، السا اللي هن لا البيسا على كيفك على كيفك. نجي نشوف حرف المزيد يمثل على الكلمة. لا أستاذ لا. إذا خلينا بمقطع قصير مفتوح أو شبه مقطع، خليه على صفحة، خلي تقولين هذا مقطع واحد مفتوح. زين، شعاع حرفين بنفس الكلمة. تبغى جسمي مقطع واحد أستاذ كله. إذا أها كم مقطع مفتوح هنا؟ اثنين اثنين اللي هن الباء والشاعة. والشاعة لأن الهاء حرف علي. أها أحسنت. زين، شكل الحرف المزيد في كلمة أو تشكل هنا ال نسيت أطبعها بالشروق، لأنه الواو شكل بالشروق. يلا افتهمنا دولة التليجرام. شكل بالشروق دخل على حرف ساكن، دخل على حرف مسكن. بالضبط، هنا شكلت هاء التعريف في كلمة ها عربي بيا حركة الهاء مشكلة. اللي كاتب لي بالسيجون، اللي كاتب لي بالفتح، وهي بالدايم بالقنص. ليش؟ لأنها دخلت على حرف العين. لا ايش بيهم الخبراء. زين، شكل الحرف المزيد في كلمة بتكوفا اللي هو الباء بحركة يا حركة هنا شكل بها الباء بالحريق ندخل على حرف ساكن. بالضبط. زين، اختر الإجابة الصحيحة. تحوي كلمة بنسايون على كم مقطع صوتي؟ أستاذ أربعة. نجي نشوف أربعة اللي هن البي واحد زين والنس واحد والسا ممتاز ويون واليون. أحسنت، بس الكتبية تشري على رقم أربعة. زين، تحوي كلمة شي مو حيم على كم مقطع صوتي؟ اثنين ثلاثة أربعة. نجي نشوف شي مشكل الميم بالقماط بالشدة الثقيلة، إذا نصير شيم ومو مقطعين وحيم ثلاث مقاطع. أو تقدرون تقولون لا نستخدم يعني نستخدم التقطيع العادي، الشين يبقى بواحدة
والمو مقطع ثاني والحين مقطع ثالث. أم بالحالتين صحيح. شق إلى حرف العطف بالسكون المتحرك لأنه. ليش بالسكون المتحرك؟ تشكيل الأساسي دخل على على حرف تشكيل الأساسي. أوكي زين، إحنا ما قلنا تشكيل الأساسي يا زهراء، إحنا ما قلنا لأنه يعتبر حروف الحلقية حروف حرف صحيح. أستاذ إذن هذه تشكيل أساسي لأنه يعتبر حروف الحلقية حروف صحيح. هاي اثنين نختار اثنين. اختار اثنين إي عادي. تمام. شو كل واو العطف في كلمة نفس قبل بالشروق لأنه دخل أحد الحروف الشفوية الثاني مثلا لأنه دخل على حرف ساكن. أه. شكلت الميم في كلمة محوص في الحريق لأنها دخلت على حرف حلقي أو لأنها تعتبر الحرف الحلقي حرف صحيح لو شذوذا. استاذ شذوذ. لا لا استاذ. اي سجا. اي استاذ شذوذا. اي شذوذا. شذوذا. اي استاذ. بالضبط لان هي احد الكلمات الاربعة ذات المعنى الديني. واضحة طلاب الاسئلة؟ نعم استاذ. يعني ايش بيكم بالامتحان؟ استاذ ما اعرف انا دائما اصير وياي هيك حتى بالقواعد، يعني انا حافظ القواعد كلها ودا اعرف احل، من عندي احل الامتحان ما اعرف احل.